طيب احنا بنشوف معهد الدراسات الإفريقية اللي تابع لجامعة القاهرة اتقدم له 50 طالب علشان الدراسات العليا. في 9 طلاب رفضوا. ال9 طلاب دول هما مسيحيين، فهو رفضهم على أساس الديانة. الدكتور جابر نصار على ضوء اللي حصل ده عمل قرار يوم الثلاث اللي فات بحذف خانة الديانة من الأوراق الخاصة بجامعة القاهرة، سواء بتاعة الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في جامعة القاهرة، أو سواء للطلاب أو للدراسات العليا. الدكتور جابر نصار استند على دستور 2014 وكمان على قرار رئيس الجمهورية اللي هو كام 49 لسنة 72، واللي كان بشأن تنظيم الجامعات. بنشوف قرار الدكتور جابر النصار هو قرار مهم جدا ان هو يلغي خانة الديانة، وكمان انا شايفة ان هو حاجة ايجابية، ويا ريت بقية الجامعات كمان تلتزم بيها. بس نرجع بقى لخانة الديانة كلها على بعض كده. خانة الديانة بتتحط من يعني في اول ورقة اي طفل بيتولد اللي هو في شهادة الميلاد، وبعدين بقى بعد كده بتبقى في اوراق المدرسه، وبعدين في البطاقه، وبعدين في الوظيفه، وفي كل حاجه في حياتنا. طيب خانه الديانه هي بتعمل تمييز، وبتعمل التمييز ده بيعمل طائفيه كمان، يعني على التمييز على اساس الدين. فاحنا لو شفنا خانه الديانه فعلا انا مش شايفه ان هي مهمه في البطاقه او في اي اوراق، اي اوراق ثبوتيه، حتى شهاده الميلاد، في كل حاجه. احنا مواطنين، احنا بنقوم على اساس المواطنه، ما تتحطش خانه الديانه. ما فيش دوله ولا في شهاده الميلاد، ما فيش دوله بتحط خانه الديانه. تركيا شالتها، تركيا شالتها من البطايق، فلسطين شالتها، الاردن شالتها. ما تتحطش خالص، احنا مواطنين. ليه نتقسم على اساس العقيده؟ ليه بنتقسم بالطريقه الغريبه دي؟ ليه يبقى في تديين للوثائق؟ يبقى في تديين للاوراق الرسميه. التديين الاوراق، انا مش مع تديين الاوراق الرسميه اللي هي فعلا بتعمل طائفيه. ده رايي. طبعا انا مستغربه ان انا هعارض عفاف في الكلام ده، لان المفروض ان انا ارائي متطابقه جدا مع القصه دي، لكن انا ما بحبش فكره التطرف، يعني فكره ان انا اروح للاخر خالص. لا، يعني انا مع ان احنا نشيل خانه الديانه من البطاقه او من ورق الجامعه او كده، بس من شهاده الميلاد لا. شهاده الميلاد لا. انت بتتولدي مواطنه ولا بتتولدي على اساس العقيده؟ لا، هو ليه تطرف؟ ليه بنخوف الناس ان انا مسلم او مسيحي او حتى يهودي؟ وليه انا هو ليه ما بنعترفش ان احنا في مسلمين وفي مسيحيين وفي يهود؟ يعني كلنا، يعني بس الخليه ما فيهاش غير مسلمين ومسيحيين على فكره. وهقول لك على حاجه، في سنه 2004 اتعملت البطاقه الرقم القومي، بطاقه الرقم قبل الرقم، لما كان عندنا البطاقه الكبيره دي كان فيها ديانات كتير، كان فيها المسيحيين واليهود والمسلمين، وكان فيها كمان البهائيين. لما عملنا بقى فيها خانتين بس، يا مسيحي يا مسلم، وحصلت مشكله كبيره جدا جدا للناس اللي كانوا كاتبين بين قوسين بهائيين. اتحلت في 2009. ايوه، انت يعني لما نكون، يعني انا عايزه احدث الخطاب الديني والكلام في دبانه مضايقانا جدا. كلنا انا عايزه اضرب خمسه زائد واحد في خمسه والدبانه اللي معانا. طيب بالظبط، احنا عايزين نحطها السي في بتاعها. طيب لكن الحقيقه ان في ثوابت مجتمع، ما انا كمان مش عايزه اذهب للتطرف جدا، ده انا مش عارفه احدث الخطاب الديني، انا مش عارفه اظبط تعليم المسيحيه داخل المدارس، لكن اشيلها من البطاقه، اشيلها من شهاده الميلاد. في سؤال مهم في الجزئيه دي. احنا عندنا الاحوال الشخصيه للمسلمين قانون، احوال الشخصيه لغير المسلمين قانون اخر. ايوه. وهذه ما بتعتمدش على الشهاده. يا فندم حضرتك لما واحد بيروح يتجوز واحده محتاجين يبقوا
في امور دينيه موجوده في النص. ممكن تكون المسيحيين بيتجوزوا بطريقه مسيحيه بيتجوزوا بطريقه ده انا الشغل ده هو ده بيعتمد على الشهاده ولا على شهاده الميلاد ولا بيعتمد على فعلا لو احنا طلعنا من دماغنا فكره الاوراق اللي فيها انا ايه وهو ايه وهي ايه ما احنا هنعيش الحياه ما العالم اللي بره عايشين الحياه ازاي. مش في حضرتك يا فندم احنا في دوله تطبق الشريعه الاسلاميه على الاحوال الشخصيه للمسلمين والشريعه المسيحيه وهناك شرائع اخرى للأديان والملل والطوائف المعترف بها في مصر وهم بالعدد ويجب أن يكون هناك اتفاق في الملة والطائفة والدين ما بين الزوج والزوجة وإلى الطبقة أيوة اليوم الشريعة الإسلامية يعني الأمر هنا حساس حتى في بعض الأحوال وده بيضبطوا الورقة وفي حالة الشريعة وفي حالة الشرائع غير المسلمين أنت محتاجة تعرفي كمان الدين والملة والطائفة علشان تطبقي هذا القانون. طب يجب أن تكون هناك يعني وثيقة رسمية كل حاجة ليها بداية. رجعت للبداية اللي أنت بدأت بيها أصلا. هو الحقيقة في ناس اعترضت اعتراضات شديدة جدا على الدكتور جابر النصار هو السؤال اللي انا نفسي اسالهم بالعكس الحقيقه طب هي الخانه دي كانت موجوده ليه يعني بالظبط لو احنا انا بعيدا بعيدا عن البطاقه وشهاده الميلاد وده الموضوع اكبر شويه بس احنا بنتكلم في الجامعه موجوده ليه يعني ايه فايده خانه الديانه في الجامعه؟ انا متبسط بس في الاحوال الشخصيه انما لا احنا كلنا متفقين اكيد ان احنا مش عايزينها في الجامعه ومش عايزينها في البطاقه موجوده ليه يعني ايه الهدف هي موجوده ما هي موجوده واحنا شفنا معهد الدراسات الافريقيه لا يا فندم هي مش موجوده بس في معهد الدراسات الافريقيه لا لا ما انا بتكلم موجوده بشكل عام انا بقول لحضرتك في النوادي ليه موجوده في كل حاجه موجوده في كل حاجه ايوه في كل حاجه في النوادي وهناك حالات بتتحركي باوراق دينيه تدين الوثائق طيب ايوه بس تغيير ده والفكره الاستناره اللي احنا عايزين ان احنا عايزين نغير ده بشكل معين ما ينفعش انه يسري على كل شيء ما ينفعش يوصل حتى لكل شيء لحتى ما يوصل لشهاده الميلاد ليه بقى لان انا كده بخوف المواطن العادي وبنخوف المواطن العادي ده زي وزيك ايوه هو بس المواطن العادي مش زينا لا بس احنا عايزين بس ناكد حاجه بين فكره انها موجوده في الاوراق الثبوتيه وانها موثقه عند الدوله يعني اللي حضرتك بتقوليه انه صحيح ممكن تكون في دول كثيره جدا مش موجوده في شهاده الميلاد الديانه او مش موجوده في مش موجوده خالص يا فندم لا يا فندم موثقه يا فندم مش موثقه بشكل عند الدوله لا يا فندم موثقه لانه الاعداد معروفه في اغلب دول العالم المتقدمه والدول المتحرره جدا المسلمين بس هم اللي بيبقوا عايزين يكتبوا لا يا فندم الناس موجوده في اي حته في اوروبا حضرتك هتلاقي الناس باللي بيسجلوا نفسهم في الكنيسه لان الناس دول بيدفعوا تبرعات للكنيسه بشكل لمنتظم المساله يا دكتور بيسجلوا في الكنيسه احنا يعني عايزين بقى نشيل مش في الاوراق بصي اللي انت بتقوليه يعني احنا بقى بنخرج من فكره احنا معترضين على الناس اللي بتقول ان ده تزايد من الدكتور جابر نصار فاحنا بنخش في تزايد بقى ان احنا عايزين نلغي ده مش تزايد ده على فكره ده مش كلامي انا ده ايه ده موجود لا مش موجود لا 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 ده موجود انا مش عارف خريج ازهر خريج ازهر خريج جامعه الازهر شريعه فعلا كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه شعبه شريعه وقانون جامعه الازهر يعني اللي انت عارفه اللي انت بتقوليه ده انا عندي مسائل مهمه جدا اسمها الميراث واسمها الجواز واسمها الاحوال الشخصيه كل ده بمناسبه الجواز بقى بمناسبه والميلاد كل ده بمناسبه كل ده انت بتمنعي كل من حقوقنا ليه انا بمنع ليه احنا لو في دوله هي بتعترف بينا كمواطنين على متساويين مش على اساس العقيده ما كل الحاجات دي يا عفاف انا تخيلت ان انت عايزه تطالبي ان احنا يتشال من باسبوراتنا اسم الزوج دي ده هو ده الموضوع ومن البطاقه ايوه طبعا يعني طب انا هو ليه اسمه عندي وانا اسمي مش عنده ده موضوع غريب جدا مصيبه ثانيه بتتكتب مفاجاه ايوه بتتكتب الست مطلقه او ارمله كمان الراجل لا طبعا ما بيتكتبش بيتكتب اعزب بس لا انا عايزه اقول الراجل لا لا لما متزوج ايوه دلوقتي هو لو طلق هو دلوقتي لو طلق بيقول له مطلق ولا هي الست بس اللي موصومه وصمه العار الست بس على ان دي وصمه عار يعني وتعول وان هي ملحقه بزوج ملحقه براجل هذا يمكن عشان لما يروح الاوتيل او انا عندي اقتراح ممكن يرضي جميع الاذواق بالنسبه للرقم حضرتك عندك اعتراض عليه ايه الرقم ده الرقم القومي نفسه كل واحد يمشي ببطاقه مكتوب فيها رقم قومي بس ايوه رقم سيريال نمبر كمان بس يبقى هو البناء لا ومن غير زوج انا مش قادر افهم هو ليه عايز موجود في حياتي كلها في نقطه مهمه انه بصوا على النقطه الابعد من كده هناك
في مصر لو دي حاجه مش ملتفت ليها لازم الناس تبص عليها كويس. هناك حاله من التصاعد لدرجه انه ما بقاش عندنا الاسماء المشتركه ما بين الديانات. بتنقرض. ليه مين اكد ده؟ بقى في حاله من اللبنانه ليه؟ لو حد باصص عليها كويس. لا خالص. لا 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 اللي هو جوزيف. لا 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 كده يعني ده غير حقيقي. لا لا ده غير حقيقي. بقى عندنا كتير مصعب وابو حنظله وكده. لا لا تراجع يا جماعه ده كله تراجع. لا لا ده كله تراجع والله دلوقتي ده كان فعلا. لا في مصعب والله. ايوه في مصعب بس كبر شويه. ما فيش لسه ببيهات. ما فيش مصعب ببيهات خالص. ولا جوزيف والله مصعب. لا ده بدا لا ده كله بدا يتراجع من 2003. قبل كده كان مع تراجع الحجاب على فكره. مع تراجع الحجاب ومع تراجع النقاب وكمان فكره النعره اللي هي كانت حتى في طريقه الكلام. انا برضو مختلفه ان هو انا عايزاها في شهاده الميلاد بس بقى غير ده لان دي اوراق ثبوتيه. انا عايزه في شهاده الميلاد انا مواطنه بس انها تبقى موثقه في مكان ما تستطيع الدوله. أيوة ان ترجع ليه في يعني امور بتوصف. الاحوال الشخصيه لان هي بتوصف. ضروريه الدولة بتوثق مش في شهادة يعني دلوقتي في حالات جواز بس لما باخد جاي تقدم لبنتك ما يبقاش جاي تقدم يعني وانا هعرف من بطاقته ما انت مش هتيجي غير لو انا المأذون هيعرف وانا في حد كده هيجي يعني في واحد هيجي وهو واحد هيجي لي انا مسلم وهو مسيحي مثلا. لا ما انت لو لقيتي بقى كل ده لو لقيتي كل ده ما في ممارسات اجتماعيه قائمه على اساس ديني زي الجواز مثلا عندك مشكله. انا مع الغائها بس بقول لحضرتك عندك مشكله علينا ان احنا نشوف الطريقه نحلها ازاي. ما انا بتكلم دلوقتي لو احنا مجتمع صحي بقينا متساويين مفيش فكره التمييز العقائدي ده ما حدش هيبقى نتساوى الستات والرجاله الاول. انا اتساوى ان شاء الله يا ربنا كريم عشان ما يشيلوا اسامي الرجاله من على بطايقنا يا شيخ خالص او خالص من حياتنا يكون احسن. اديلك الصوره بقى عشان التمليه. ما هم بيعملوا ده. جالك شخص في مكان العمل او في مكان الدراسه او في نادي ويشي اسمه بدين ما وتعاملت معاه على اساس تمييز هي دي المصيبه. انا ما بتكلمش كان هو ثابت هننزع التمييز يعني اذا هو كان هو ثابت في اوراق رسميه ان هو له دين ما ده مش مشكله. جرحي مش معنى ان احنا هنشيل ده دي خطوه. التمييز موجود والطائفيه موجوده مش هنشيلها كده بالريموت كنترول. دي بالممارسه ودي بالوقت. دي خطوه. طيب.